بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقولك عيش ساعد الناس، ساعد الناس الغلابة. بس يا جماعة، احنا دايما لما بنسمع كلمة ساعد الناس الغلابة على طول بنفكر في ايه؟ اديهم فلوس. لا 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 لا، علمهم، فهمهم الدنيا، فهمهم الحياة، ساعدهم يتعلموا. القصة النهاردة قصة رائعة. واحد اسمه الشيخ الفضالي. الشيخ الفضالي من علماء الأزهر الكبار. الشيخ الفضالي ده كبير مدرسة يعني مستنيرة في الأزهر، أخرجت يعني مئات من العلماء الكبار. المؤسس الشيخ الفضالي، فهو رجل عالم كبير. الشيخ الفضالي كان عايش من 100 سنة، يعني فترة ما قبل اختراع العربيات، وهو من علماء الأزهر. هو كان ساكن في المنيل بالمناسبة. الشيخ الفضالي بيتنقل كل يوم، يروح من المنيل إلى يدي دروسه لتلامذته في الأزهر. طب هيروح إزاي؟ كان لسه ما فيش عربيات، فبيروح موقف الحمارين. الحمار ده راجل شغلته يسوق الحمار، وفي موقف للحمارين اللي عايز يتنقل، زي موقف التاكسيات دلوقتي وزي موقف الميكروباص، بس كان قبل العربيات موقف للحمير. فهو يروح ويقوم راكب على الحمار عشان يروح المشوار بتاعه، والحمار يبقى سايق الحمار ويوديه. الشيخ الفضالي، معقولة الراجل ده اللي هيوصله ملوش حق عليه ان انا ساعده وعلمه؟ بدأ الشيخ الفضالي، هو كل يوم بيخرج، فبدأ ياخد الحمار اللي بيسوق بيه، يبدأ يقول له: قل لي يا ابني، بتعرف الحساب؟ يقول له: لا والله يا عم الشيخ، ماليش في الحساب. يقول له: يلا يا ابني قول معايا، 1+1 يساوي كام؟ برتقانة وبرتقانة يبقوا 2 يا ابني، يبقوا كام؟ يبقوا 2 يا فضيلة الشيخ. طيب لما يبقوا 2 و2 يبقوا كام؟ ويبدأ يعلمه الحساب، وبعد شوية يعلمه جدول الضرب، وبعدين شوية حساب، وبعدين يقوم ناقل معاه على الفقه ويقول له: قل لي يا ابني، لما تيجي تتوضى بنعمل ايه؟ طب الترتيب ايه يا ابني؟ طب بعد الوضوء تعال. وياخد السكة يعلم الحمار، وبعدين يقول له: بكرة انت اللي تيجي تسوق بيا وتاخدني بالحمار. ليه؟ عشان نراجع يا ابني. وبعدين يخلص اليومين دول، يقوم عامل جدول تاني لواحد حمار تاني ويتفق معاه ويروح معاه يومين، وبعدين اللي بعده، وبعدين سوق الحمارين بقى بيستنى الشيخ الفضالي. الشيخ الفضالي مش فاضي يا جماعة، ده عالم كبير، لكنه بيحب يعلم الناس وبيستفيد من وقته الفاضي، ان هو ازاي يعلم بني آدم، مع انه كان ممكن يستخدم الوقت ده يحط كده كتابه ويبص فيه وهو رايح، يذكر ربنا، يسرح في الله شيء زي ما احنا بنعمل، يقعد على القهوة ما بيعملش حاجة. لكن الشيخ الفضالي بيحب الناس، عايز يعلم الناس، عايز يساعد الناس، وما بيساعدهمش بالفلوس. وبيساعد مين؟ شغال على الحمارين، بيخليهم يتعلموا الحساب ويتعلموا فقه الدين. لما مات الشيخ الفضالي، ما كانش فيه واحد في سوق الحمارين إلا وبيعرف الحساب والفقه. ولما مات الشيخ الفضالي، بقى بيجري الحمارين عايزين يشيلوا النعش بتاعه قبل ولاده، وبكوه وبكوا عليه كتير. الشيخ الفضالي شيخ عظيم، مش بس عشان ساب علم كبير، علشان علم الغلابة. ساعتها فعلا لما ينتشر زي الشيخ الفضالي تحصل بسمة أمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.